تقديما يا رب على الجميع اللي يشاهدونا. هسه راح اسوي لكم عدس، اعرف الكل يعرفوها واحسن من منكم. هذا عدس بس غسلته، وعندي قاشوقة طحين وشوية كركم وملح وشوية معجون. أشكر البيما كافير اللي جابت لي هاي دعاية لهم، وشوية شعرية هم أشكر البيما كافير، وشوية مايغري. هسه راح أفور العدس، من أفوره أشوفكم هو من أسوي الطحين. الطحين هي جبته هنا حتى تشوفوا الكل. الطحين شوية قلي بارد، كلش بارد. والطحين هذا الطحين بس معلقة واحدة خليت بيها، وراح اخلي بيها شوية معجون، كلش شوية بس للنكهة. شوفوا شلون صار بس معجون وشوية طحين، وراح اضيفوا شوية كركم، شوية كركم. العدس ما يروح له اي شيء بس شوية طحين، شوية معجون، وشوية كركم، وشوية فلفل اسود، بس هذا يروح ويا، ابد ما يروح ويا غير بهارات، لان اشوف بالبهارات ما تروح ويا اي اكلة، لان كل اكلة ولها بهاراتها. حطينا فار، شفتوا؟ حطيت بس بكوب ماي وفار، من فار سحبته. هسه هذا الطحين، هسه على العدس راح بس 5 دقائق اخفضه. اوكي شوفوا يعني ما تاخذ تقريبا 5 دقائق اخذ مني، ما كثير. اول مره قليت الطحين بتقريبا بقاشوقه زبده، قليت الطحين وشويه فوقه معجون وماي بارد حيل بارد، وشويه كركم والملح كلش شويه خلي بيها، والعدس بس فوره وحده وخلي اضفته فوقه. وهسه من شويه يفوق 5 دقائق راح اضيف فوقه الشعريه، وبس هذا هو، وما ينحط بيها كل البهارات اللي اسمه. هاي عدس مال رمضان، هذا وهذا صار العدس، ما طول 5 دقائق. ان شاء الله الكل يجربوها. وسع راح اسوي بيدا تركيش، بيدا اكماجي كلش طيب. هسه اسويه وشوفوا هذا العدس، شوفوا اول شيء قليت الطحين مع شوية زبدة، وبعدين فورت العدس وحده بهذا وضفته من خلاص الماي العدس فوق هذا، وخليت بيه شوية معجون وشوية كركم. بس اضيفه شوية ملح وشوية فلفل اسود، بس هذا يروح وياه، ما يروح وياه كل البهارات، لان البهارات ما تروح ويا كل الاكلات. هسه راح اسويه وان شاء الله الكل يجربوها وبالعافية. هسه راح اسوي بيدا تركش، بيدا اكناقة للرمضان، كلش سهلة. وهنا فارت بعد هذا هو، لان الطحين كلش طيبة مع العدس. هيا تقريبا تطلع معلقة كبيرة، هاي شعرية، هذا هو بس، هذا هو كل شيء بعد ما تخلونها، وفلفل أسود بس هذا هو. بس أشوفكم، شوفوا صارت
خمسة خير، حتى مرات بنسويها ما تحتاج يعني تاكلون برا. هذا من يصير كثير بعد ما اكلتوا منه بعد ما تريدوا تقدرون تشيلوه بالفريزر اليوم الثاني، اذا تريدون تسوون كبة ما تمه تستعملوها نفس هاي العدس. كل شيء خليت بيها ابد، كل شيء بعد لا تضيفون بيها، فلفل اسود وكاري او كركم، كمون، هاي البهارات ابدا ما تروح وياها بالاخص لرمضان، هاي البهارات ما تروح وياها كل شيء. هسه اسوي بيدا اكماقه اشوفكم هو شلون، هم هيجي بلحظه تصير ان شاء الله. الكل يجربوها وبالعافيه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعطوني لايك. شكرا.